تشهد المنطقة والعالم تحولات كبرى على كافة الصعد، ونحن في العراق لسنا جزءا منها فحسب، بل عنصر مهم وفاعل في هذه المنطقة التي لم تعرف الاستقرار منذ عقود. ونال بلدنا وشعبنا جزءا ليس باليسير من غياب الاستقرار والمعاناة جراء الحروب والاستبداد والحصار والعنف والإرهاب. ويتزامن هذا اللقاء، واحتفلنا قبل أيام بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، 100 عام كانت حافلة بالمنعطفات التاريخية، حملت الإنجازات، ولكن شهدت أيضا انتكاسات خطيرة ينبغي الإقرار بها والاستفادة منها إذا ما أردنا الانطلاق نحو مرحلة جديدة تضع البلد على سكة الحكم الرشيد في دولة مقتدرة تعيش في أمن مع شعبها وجيرانها والمنطقة. في الأمس شهدنا حدثاً مهماً بانعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور قادة وممثلي المنطقة والمجتمع الدولي، وهو مؤتمر يستجيب ومتغيرات كبيرة وإقليمية ودولية، فقد أودت آتون النزاعات والتوترات المستحكمة في هذه المنطقة إلى حقيقة واحدة: الكل متضرر ولا فائز فيها، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار مستقبل هذه المنطقة وخطورة استمرار دوامة التأزيم والتشتت جراء انهيار منظومتها. على الأقل هذه الأحداث الخطيرة التي توالت على بلدنا منذ 40 عاما من الحرب العراقية الإيرانية، وهناك من يقول أبعد من ذلك أيضا، وتدار هذه المنطقة منذ ذلك الحين عبر الاستقطابات والانقسامات التي لم تجلب في نهاية المطاف السلام المنشود والاستقرار. اجتماع أمس كان مهما وفيه رسالة بليغة. العراق الذي كان عنوانا للتنازع والتناحر أضحى نقطة التلاقي. مصلحة الشعوب ودول هذه المنطقة يجب أن تستقر على عراق مستقل ذات سيادة. عراق يكون لا ساحة صراع بين الأطراف المختلفة، أنما نقطة تلاقي المصالح والمنطقة التي يمكن منها تمكين الترابط والتكامل الاقتصادي بين الدول وشعوب المنطقة. في هذا السياق أريد أن أشيد بجهود الأخ دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه في وزارة الخارجية والإخوة الآخرين الذين عملوا على تنظيم هذا الاجتماع المهم، وأعطوا ليس فقط للعراق وإنما للمنطقة بارقة أمل فيما يمكن أن نكون عليه من تعاون وتكامل لخدمة شعوبنا وخدمة المنطقة ككل. يقيناً أن المنطقة بحاجة ماسة إلى منظومة جديدة، منظومة عمل سياسية وأمنية واقتصادية تستند على القيم والمشتركات الكثيرة التي تتقاسمها دول المنطقة وتحقق المصالح المشتركة لشعوب بلداننا وتأخذنا نحو تخفيف التوترات وإنهاء الأزمات وتجعلنا مستعدين لمواجهة تحديات العصر: الإرهاب، التطرف، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، والأزمة الأشد برأيي والتي تهدد مستقبلنا والمتمثل بعدم تمكن اقتصادياتنا من توفير فرص عمل حقيقية للأعداد المتنامية من سكاننا ولشبابنا، وأيضاً التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية وخصوصاً في العراق ودول جوارنا، فالعواصف الرملية المتنقلة عبر الحدود وشحة المياه والأمطار وتزايد معدلات الجفاف والتصحر والتي حولت مزارعنا الخضراء الشاسعة حتى الماضي القريب إلى صحراء قاحلة.
وبلا شك أن هذه المنظومة وضمان نجاحها لن يتم من دون العراق. العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، والوصول إلى العراق الذي نتمناه يستدعي دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراع آخرين على أرضنا، كما يستدعي منا كسياسيين وكنخب وفعاليات اجتماعية الانطلاق نحو حوار جديد يبحث في أسباب الأزمة الداخلية بنظرة موضوعية محايدة، وتوضع الأفكار والحلول أيضاً بموضوعية، إذ أن استفحال الفساد وسوء الإدارة وضعف الخدمات وتشكيك الشعب بشرعية النظام أزمات لا يمكن التهاون فيها والمراهنة على صبر مواطنينا. ونحن على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق العراقي الأهم، وهي الانتخابات التشريعية في 10/10، والتي يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية للأوضاع الراهنة. فالانتخابات في نهاية المطاف ليس هدفاً لإنجازه، بل هي وسيلة نحو الإصلاح والتغيير ومعالجة الأزمات المتراكمة في البلد. ولذا فأن ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والقيمومة والتلاعب ومعالجة مكامن الخلل في العملية الانتخابية والتعاطي بجدية مع المخاوف القائمة حولها وضمان المشاركة الشعبية الواسعة فيها، يمثل اليوم استحقاقاً لا يقبل المساومة إذا أردنا الخروج بالبلد من أوضاعه الراهنة ومنطلقاً لاستعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي ومؤسسات الدولة.